اللي في الصورة دي اسمها ناهد القفاص، صاحبة أكبر قصة ملهمة لصناع السينما، وتعمل عنها فيلم المرأة والسطور، لكن قصتها الحقيقية ملهاش علاقة بالفيلم خالص. ناهد القفاص، القصة الكاملة. 1981، ناهد القفاص عايشة مع عيلتها في اسكندرية، عيلة متواضعة ومستواها المادي محدود. وفي الوقت ده ناهد كان عندها 18 سنة، وكانت كل اللي خلصته في المرحلة التعليمية هي المرحلة الإعدادية فقط. وناهد كانت على قدر من الجمال، وكان اللي يشوفها دايما يديها أكبر من سنها. ناهد كان عندها طموح إنها تغير حياتها وتعيش حياة أحسن ويكون معاها فلوس كتير، وعلشان كده كانت بترفض أي عريس يتقدم لها بسبب الظروف المادية البسيطة، لحد ما تقدم لها عريس من دولة عربية أكبر منها في السن بحوالي 20 سنة، لكن وعدها بتأمين مستقبلها والشرط إنها تعيش معاه في القاهرة. وفعلا اتجوزته واتنقلت بحياتها لشقة فارهة في القاهرة في واحدة من أرقى الأحياء اللي موجودة هناك. ومن اللحظة دي حياة ناهد فعليا اتغيرت تماما، وعلاقتها باسكندرية بقت محدودة جدا، يدوبك على قد الزيارات المتباعدة لأهلها. واستمر الجواز ده لمدة 5 سنين، وخلال ال5 سنين دي جوزها ما كانش مستقر في مصر، كان دايما بيسافر لبلده علشان يتابع شغله هناك، وبينزل أجازات في مواعيد مختلفة، وناهد كانت دايما بتستناه. وخلفت منه بنت، وكانت البنت دي هي الونس بالنسبة لناهد. والحياة دي بعد شوية ما بقتش تعجب ناهد، حست انها باعت حياتها بدري، وانها ضيعت شبابها ومش حاسة انها متجوزة، تحديدا لما جوزها ما كانش بينزل مصر لفترات طويلة، فطلبت من جوزها الطلاق وانه يسيب بنتها علشان تعيش معاها في مصر. وجوزها كان راجل محترم ووافق على طلب الطلاق بعد ما ناهد كررت الطلب اكتر من مرة. وعلشان يأمن لها مستقبلها زي ما وعدها، كتب لها شقة القاهرة الكبيرة دي باسمها، وكتب لها كمان عربية، وساب لها مبلغ مالي كبير في حسابها في البنك، ده غير المجوهرات والذهب اللي قيمتهم كانت تساوي اكتر من 100,000 جنيه، واجمالي اللي كان مع ناهد في الوقت ده يساوي في وقتنا الحالي اكتر من 15 مليون جنيه. الطلاق حصل سنة 1986، وناهد استقرت في شقة القاهرة هي وبنتها، وبدأت تحس بالوحدة وانها نفسها تعيش حياة فيها رومانسية وتحس شوية بشبابها. وفي يوم حجزت تذاكر القطر علشان تسافر زيارة لأهلها في اسكندرية، وكانت لابسة مجوهرات كتير في ايديها، وكان باين على مظهرها الخارجي انها مرتاحة ماديا، وده لفت انتباه شخص كان قاعد قريب منها اسمه إلهامي فراج، رجل أعمال، او زي ما بيعرف نفسه للناس انه رجل أعمال، لكن هو اكبر نصاب ممكن تعرفه في حياتك، ده غير حاجات تانية كتير هنعرفها كمان شوية. مقيم في الإسكندرية وشكله ملفت للنظر، وعلى حسب صفات جمال الرجالة في الزمن ده إلهامي فراج المفروض إنه كان وسيم. إلهامي قرب من ناهد وتعرف عليها بطريقة شيك جدا، والطريقة دي لفتت انتباه ناهد ليه، وعرفها انه رجل اعمال وعنده استثمارات كتير في اسكندرية. وناهد عجبها طريقة الهامي في اقتحام خصوصيتها، وقعدوا يتكلموا مع بعض، والهامي عرف منها اهم التفاصيل والمعلومات المهمة بالنسبة له، مطلقة وواضح ان معاها فلوس وملهاش حد وعيلتها بسيطة، وعرف يخليها تعجب بيه. ولما وصلوا اسكندرية اصر ان هو يوصلها بعربيته الخاصة لبيت اهلها، لانه كان راكن عربيته في جراج محطة السكة الحديد، واخد منها تليفون البيت وطلب منها انهم لازم يتقابلوا تاني. وطبعا ناهد وافقت وحست ان الدنيا بتعوضها كل اللي فات. اتقابلوا اكتر من مرة، وكان الهامي بيكلمها عن مشاريعه الخاصة وعن استثماراته في اسكندرية. وبعد شوية طلب من ناهد القفاص الجواز، وناهد وافقت على طول على الجوازة دي. وبعد مدة قليلة الهامي طلب منها انها لازم تدخل في اي استثمار، ايه فايدة الفلوس وهي موجودة بدون اي استثمار. وطلب منها كمان انها تعمل له توكيل عام لكل ممتلكاتها، وان هو هيدير لها كل فلوسها ويدخلها في مجموعة من الاستثمارات المختلفة اللي تساعدها انها تكسب فلوس وتزود المبلغ المالي اللي معاها. ناهد كانت مطمناله جدا، والهامي اوهمها انه دخل مجموعة مختلفة من المشاريع، وهو في الحقيقة كان بدأ ينفذ كل الخطة بتاعته. باع شقتها اللي في القاهرة، واشترى فيلا باسمه في منطقة كينج
الماريوت في اسكندرية، واخد عربيتها واداها هدية لواحد من قرايبه، واخد كل الذهب والمجوهرات اللي معاها وباعها لحد ما وصل للحسابات البنكية وبدأ يسحب منها الفلوس. بدأت ناهد تحس ان طريقته معاها اتغيرت، وكمان بدأت تلاحظ ان في ناس كتير بيجولوا البيت علشان يطلبوا منه فلوس، والناس دي كانت دايما بتتهمه ان هو ناصب عليهم في مبلغ مالي، وهو كان دايما يقنعها ان الناس دي اعداء النجاح وانهم شايفينه رجل اعمال ناجح ومستثمر ناجح، فعايزين بكل الطرق يشوهوا سمعتهم. لحد ما ناهد عرفت ان هي كمان كل حاجة اتاخدت منها، ده غير طلباته الغريبة والغير مشروعة في العلاقة الزوجية. ناهد هنا عرفت خلاص انها وقعت في ايد واحد نصاب، وفعليا ما بقتش تمتلك اي حاجة، وراحت عاشت معاه في الفيلا بتاعته في كينج ماريوت واللي هو اشتراها بفلوسها. فكرت ناهد ساعتها انها تطلب الطلاق، لكنه وعدها انه هيرجع لها كل الفلوس اللي اخدها منها. وفي الحقيقة الهامي كان بيفكر في حاجة تانية، كان عايز يستولي على باقي الفلوس اللي موجودة في حساب ناهد اللي في البنك، وحاول يعمل كده أكتر من مرة لكن دايما كان بيفشل، لأن ناهد خلاص كانت عرفت وخدت بالها وبدأ تحرص على حاجاتها منه، فبدأ إلهامي يعملها بطريقة وحشة جدا وبدأ يستفزها بالكلام، وهي كانت مضطرة تكمل على أمل إن أي حاجة من ممتلكاتها ممكن ترجع، ده غير إنها كانت كارهة شكل العلاقة الزوجية لأنه كان بيطلب منها حاجات غريبة جدا. لحد ما في يوم وهي نازلة من الفيلا علشان تشتري حاجات من بره سمعت صوت صريخ بنتها، فرجعت بسرعة على جوه علشان تتفاجئ ان بنتها هدومها متقطعة وان الهامي كان بيحاول يعتدي عليها. وهنا ناهد فكرت بسرعة انها لو عملت اي حاجة ممكن يأذيها ويأذي بنتها، فضربت بنتها بالقلم واتهمتها ان هي اللي غلطانة، وقالت لها تدخل تلم هدومها وانها هتوديها علشان تعيش مع جدتها في اسكندرية. وفي اللحظة دي ناهد قررت انها هتنتقم من الهامي فراج، نزلت مع بنتها وطلعت بيها على اسكندرية وسابتها في بيت جدتها ورجعت تاني على الفيلا في كينج ماريوت. الهامي كان بياخد أدوية منومة وكمان كان بياخد أنواع مختلفة من المخدرات. دخلت ناهد وعملت عصير لإلهامي وحطت فيه منوم، وأول ما نام على السرير مسكت السكينة وقعدت تطعن فيه، وكل طعنة كانت بسبب، مرة علشان نصب عليها، ومرة علشان اعتدى على بنتها، ومرة علشان ضيع حياتها. ولما اتأكدت انه مات قررت انها هتتخلص منه تماما، فجابت سطور وقطعته لاجزاء صغيرة وصعب حد يتعرف عليه، وبعدها نظفت الفيلا كويس وحطت اشلاء جثة الهامي في شنطة سفر كبيرة، ونزلت بالليل وخدت شنطة السفر معاها وسابتها في مكان قريب من البحر، ورجعت على بيت والدتها في اسكندرية. وبعد يومين الناس لقوا شنطة السفر دي موجودة، ففتحوها فلقوا فيها أشلاء بشرية. الدنيا كلها اتقلبت وبلغوا الأمن، والأمن وصل علشان يكتشف إنها جثة فعليا مشوهة وصعب جدا تعرف مين صاحب الجثة دي. والأمن لقى نفسه قدام أغرب قضية ملهاش مثيل تماما في الوقت ده، جثة متقطعة لأجزاء كتيرة ومحطوطة في شنطة سفر ومتسابة في الشارع. وللأسف في الفترة دي ما كانش فيه كاميرات مراقبة، والأمن كان بيحاول بكل الطرق التعرف تعرف على صاحب الجثة دي لحد ما يلاقوا من ضمن الأشلاء كف إيد كامل، فيتم رفع بصمات كف الإيد ده، وبعد المطابقة يكتشفوا إنها جثة الهامي فراج، وتبدأ عملية التحقيق في واحدة من أكبر قضايا الرأي العام في مصر في الوقت ده. يكتشف الأمن إن الهامي متجوز اتنين، واحدة عايشة جوه اسكندرية ومخلف بنت منها، والتانية هي ناهد القفاص. يتم التحقيق مع الزوجة الأولى، واللي كل الشهود يأكدوا إن الهامي بقاله فترة طويلة منقطع عنها، وهي كمان أنكرت إنها تعرف عنه أي حاجة، لحد ما تم استدعاء ناهد القفاص واللي أنكرت في الأول إنها تعرف عنه أي حاجة، لحد ما توصل تحريات كاملة عن الهامي فراج.
الفراغ. معروف عنه انه نصاب ومتجوز 17 واحدة قبل كده وكلهم نصب عليهم واخد فلوسهم. ويعرف رجال الامن ان اللي عملوا الهامي مع 17 واحدة قبل كده هو نفس اللي عمله مع ناهد القفاص. وفي نفس التوقيت كان الشارع والرأي العام بيضغط على رجال الامن علشان يقبضوا على الشخص اللي عمل كده بسرعة، لان الموضوع ده خلق حالة من الخوف والقلق في شوارع اسكندرية، لان الناس توهمت ان في سفاح وانه بيقتل الناس وبيقطعهم وبيرميهم في الشارع بالشكل ده. وبعد مواجهة ناهد والتحقيق معاها اكتر من مرة اعترفت ان هي اللي عملت كده. لكن الغريب انها اول قضية من نوعها الرأي العام والشارع يتعاطف مع الشخص اللي قتل وقطع، وده تحديدا لما عرفوا قصة ناهد واللي عملوا معاها الهامي، واللي اثبتت التحريات ان هو فعلا نصب على ناهد القفاص، وانه كمان باع كل ممتلكاتها، وانه كمان حاول يعتدي على بنتها. وبسبب كده تم تخفيف الحكم من الاعدام للسجن المؤبد 25 سنة، وبعدها تم تخفيف الحكم ل 15 سنة بس. والحقيقة ان ناهد اول متهمة بجريمة بشعة زي دي تلاقي دعم من الشارع ومن الرأي العام، والكل كان بيدافع عنها، ومفيش حد قال كلمة حلوة واحدة في حق الهامي فراج. سلام عليكم.